هاد الفيديو هذا في هاد الجدع هذا تني صنابي وفيه جدعة. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم أينما كنتم وأينما توجدتم. غنبداو معكم على بركة الله بالمعطيات. هاد الجدع هذا الإخوان 17 شهر المرقد ديالو بيرمزوي. المهم سمعله اللي بغاه، مرحبا الاخوان. جدع ناضي بالنسبه للثمن الاخوان، الثمن ديالو تعطات 180 قاطع مولاه ب 300000. المهم اللي بغى يتوكل على الله. بالنسبه للوراق ما كاينينش، خوتو كاين سلعه مزيانه ومنعود معروف الاخوان. المهم هادشي اللي كاين، وندوزو معكم على بركه الله باش نعطيكم المعطيات ديال الجدعه ديال الكرسه الاخوان. المهم انا كمل هذه الصوره هذه وندوزو معكم الجدعه مباشره. وهي الجدعه الاخوان قدمكم هذه الجدعه ديال الكرسه الاخوان، اللي بغاها مرحبا. لوريقات ناضيين وهي قدامكم، وديك الساعه الفيديو ديالها ان شاء الله غادي نخلي لكم في السباق تشوفوها. والله يسخر الجميع، اللي بغاها يتواصل بالسي دريس والله يسخر الجميع على الرقم اللي كيبان قدامكم، ودوزوا بخير. يلا انتما كتشوفوا هنا المراحل ديال السباق، غادي نخلي لكم انايا تفرجوا ما نهضرش وتشوفوها. هي يمكن الثانيه ولا الثالثه على ما اظن. خليكم مع الفيديو الاخوان. يلا تحياتي للجميع. وفرجه ممتعه بلاتي نسيت النمره ديال التليفون اللي بغى يبيع شي حاجه، 0638 34 10. قلب ليا عاف شويه ودي تحلي كرة الله يمسك طاح على كرة شي الكاميرا.